طيب كابتن عبد الصلاح، عايز اسالك على مباراه العوده ان شاء الله، نتعامل معاها ازاي من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخيره؟ يعني انت لو مدرب دلوقتي جوه الفرقه ونازل مباراه قدام السنغال متقدم بهدف في مباراه الذهاب، وهتلعب في مباراه في دكار على ملعبهم، هذا المنتخب قوي جدا. بص، هو المنتخب السنغال اول ما في المباراه هناك اكيد هو هيلعب زي الايه الطريقه بتاعتنا النهارده، احنا ضغطنا عشان جمهورنا وبتاع، ونفس الايه الضغط من اول البدايه. السنغال هيعمل كده، هيحاول ان هو يلعب بايه بطريقه هجوميه بشكل قوي جدا. احنا على قد ما نقدر يبقى في تركيز النواحي، ان لما نقطع الكوره يبقى عندنا نواحي على طول سرعه في الايه في الطريقه على طول في الهجمه. هنستغل عندهم مساحات كبيره جدا، النواحي الدفاعيه بتاعتهم يعني ضعيفه جدا، كلوبالي يعني بطيء جدا، بيحاول هو يطلع على طول بشكل قوي جدا. قوي بس عنده سرعه، قوي وفوق قوي مش بس لا السرعات هو طبعا. لا بطيء بطيء جدا. احنا لو استغلنا وقطعنا احنا نلعب على اكيد هنلعب ايه على كونتر اتاك بشكل قوي جدا طبعا. بس ايه حده بقى ايه في صلاح او مرموش او تريزيجي على حسب المباراه اللي هيلعبها هناك ان شاء الله، ان احنا اول ما نقطع الكوره نقدر نلعب بسرعه الهجمه بسرعه هتفرق معانا يعني بطريقه يعني لو خلصنا جون بدري هناك كده هو ده اللي هيحصل. انا بقول لك هو ده اللي هيحصل ان شاء الله، هو ده اللي هيحصل. واحنا فرقه اصلا احنا مميزين في النواحي الدفاعيه. احنا في البطوله الافريقيه كان منتخب مصر يقول لك ايه منتخب مش هتحط فيه جون، صعب جدا ان نتحط. احنا عشان كده احنا ان شاء الله نقدر نستغل ايه ان احنا اللي المباراه تبقى بره ملعبنا، الفرقه تهاجم بشكل قوي جدا، احنا نستغل على طول الكونتر اتاك بتاعنا بشكل